أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. قبل 4 سنوات انطلقت عاصفة الحزم وأعلن عن تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة 10 دول عربية منها 5 خليجية. كانت ميليشيا الحوثي حينها قد أحكمت قبضتها على معظم المحافظات اليمنية، فيما كان الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية منذ سيطرة الميليشيا على عاصمة صنعاء ومثل رئيس الحكومة وأغلب الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين، الأمر الذي دفع بالرئيس هادي إلى طلب التدخل عسكرياً في اليمن. بعد 4 أعوام من هذا التدخل، ما الذي تغير؟ وهل تحققت الأهداف المعلنة من ورائه؟ ما هو مستقبل العلاقة بين التحالف العربي والحكومة الشرعية في مسألتي استعادة الشرعية وتحرير باقي المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، خصوصاً بعد دخول الحرب عامها 5؟ لماذا لم يتم حسم المعركة حتى الآن؟ هل لأسباب عسكرية أم سياسية؟ وهل حقق التحالف نجاح ملموس على الأرض في أهدافه المعلنة بعد هذه الأعوام؟ أم أنه انحرف عن مسارها لتحقيق أهدافه الخاصة؟ كل هذه الأسئلة سنناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. لكن قبل البدء باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم نتابع التقرير التالي. 4 أعوام على الأزيز الأول لطيران التحالف العربي في سماء اليمن، الأزيز الذي قسم اليمنيين إلى جزئين، جزء رأى فيه تدخلاً سافراً ينتهك السيادة الوطنية وعدواناً على الإنسان والأرض، وجزء رأى فيه الخلاص من سطوة الانقلاب على الدولة ومفتاح استعادة سيادة الدولة المسلوبة من يده واسترجاع الجمهورية المصلوبة على جدران معسكراته الانقلابية. وبين هذا الانقسام كان المعني الوحيد في تعريف ماهية هذا التدخل وتحديد أي الرؤيتين هي الأقرب هو التحالف نفسه، فكان الوقت منذ بداية انطلاق عاصفته المسماة بالحزم مفتوحاً أمامه، فإما أن يثبت ما رآه الانقلابيون بشقيهم الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع أو ما رآه الحلفاء في الحكومة الشرعية. دقت ساعة 26 مارس 2015 ليحدد التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى أي الخانتين ينتمي، فاستهدفت مقاتلاته معسكرات الانقلابيين بطلعاتها الأولى، وبذلك كانت خطوته الأولى في الاتجاه المحدد على خارطة أهدافه المعلنة، لكنه من فك يضع خطوته في هذا المسار لينحرف بخطوته اللاحقة خارجه، إذ برز إلى السطح بعد أيام قليلة مصطلح الغارات الخاطئة التي نتج عنها سقوط 10 من الضحايا المدنيين. في البداية ومع فتح صواريخ الغارة الخاطئة الأولى أبواب أول مقبرة لضحاياها المدنيين، فتح أول ملف للتحقيق في الحادثة، فظهر المتحدث الرسمي السابق باسم قوات التحالف أحمد عسيري يدلي في بيان أنه سيتم التحقيق في الحادثة واصفاً إياها بالخطأ المؤسف الذي لن يتكرر لاحقاً. وقبل أن يتلاشى صوت المتحدث السابق للتحالف ووعده من أسماع اليمنيين حتى سقط ضحايا مدنيون آخرون لغارة أخرى، توالت الضربات المسماة بالخاطئة واستمرت في حصد المزيد من أرواح المدنيين، وتوالت معها الوعود بفتح ملفات تحقيق في الحوادث. وبين هذه الضربات وتلك الوعود ظل عدد الضحايا المدنيين يتزايد غارة بعد غارة حتى تجاوز عددهم المئات، ليتضح أن عداد الموت كان مفتوحاً أمامهم وقابلاً للارتفاع منذ اللحظة الأولى للعاصفة حتى اللحظة الأخيرة لغبار الأنقاض. ولم تكن إلا أشهر معدودة لتتوحد نظرة اليمنيين المنقسمة تجاه مقاتلات التحالف، فرأت أعين الجميع يقيناً أنها قاتلتهم دون استثناء، في حين انقسموهم في أعين قادتها إلى جزئين، جزء يجب أن يموت وجزء لا مشكلة في أن يموت. 4 أعوام من الطلعات الجوية أصابت الغارات الخاطئة خلالها أهدافها المدنيين بدقة، كما أخطأت ضرباتها المعززة بالإحداثيات الدقيقة والمعلومات الاستخباراتية العالية أهدافها من الانقلابيين بدقة أيضاً. 4 سنوات من الغارات الخاطئة المتكررة أغلقت خلالها المقابر على ضحاياها وأغلقت معها ملفات التحقيقات على مرتكبيها، لكن قائمة الموت المكتوبة بصواريخها لم تزل مفتوحة في وجوه المدنيين في انتظار الإغلاق حتى اللحظة. بداية نرحب بضيفي من الهند محمد حاجب. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا أخ ثاني. 4 أعوام إذن منذ انطلاق عاصفة الحزم، هل نجحت أم فشلت في تحقيق أهدافها العاصفة؟
بعد 4 أعوام من عاصفة الحزم أعتقد أنها فشلت في تحقيق أهدافها، لكن قبل أن نتحدث عن الأهداف التي نجحت أو فشلت فيها ينبغي أن نعرف ما هي الأهداف التي جاءت من أجلها عاصفة الحزم حتى نعرف ما الذي تحقق منها وما الذي لم يتحقق. يا أخي الكريم، الأهداف التي جاءت من أجلها عاصفة الحزم عبارة عن نوعان، أهداف غير معلنة وأهداف معلنة. الأهداف الغير معلنة هي الأهداف الحقيقية، والأهداف المعلنة هي الأهداف المزيفة أو الاحتيالية. الأهداف المزيفة أو الأهداف المعلنة والتي هي عبارة عن أهداف مزيفة هي عبارة عن إعادة الشرعية. أين هي الشرعية الآن بعد 4 سنوات من الحرب؟ إعادة اليمن إلى الحضن العربي هدف مزيف. فاليمن ما يزال في حضن إيران وسيظل ببركة سياستهم العوجاء. إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، أين هو الأمن وأين هو الاستقرار؟ الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أفضل من الأمن والاستقرار في المناطق المحررة والتي تحت سلطة التحالف. من أهدافهم المزيفة أيضا القضاء على الإنقلاب. لم يتم القضاء على الإنقلاب، بل تم تقوية الإنقلاب في الشمال وإنشاء إنقلاب مشابه في الجنوب، والعمل جاري على قدم وساق لصناعة كيانات متناحرة في كل محافظة. بتر ذراع إيران في اليمن، في الحقيقة تم بتر ذراع الشعب اليمني، أما إيران فلم يلحقها منهم شيء. هذه هي أهداف غير معلنة وهي عبارة عن أهداف مزيفة واحتيالية، أرادوا من خلالها التحايل على الشعب اليمني للوصول إلى أهدافهم الحقيقية في الشعب اليمني. الأهداف الحقيقية التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم وهي الغير معلنة يمكن اختصارها في هدف عام واحد، هو إضعاف الشعب اليمني وتمزيقه لضمان بقائه وطنا ضعيفا لعشرات السنين، وذلك لضمان السيطرة على مستقبله السياسي. ولهذا الهدف العام اتخذوا العديد من الأهداف الإجرائية التي من شأنها تحقيق هذا الهدف العام، وهو إضعاف الشعب اليمني وتمزيقه لضمان السيطرة على مستقبله السياسي. من هذه الأهداف الإجرائية التي من شأنها تحقيق الهدف العام تدمير الجيش اليمني، وقد تم تدمير الجيش اليمني السابق، وحاليا يتم إضعاف الجيش الوطني. وهناك تسريبات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تريد أن يكون الجيش اليمني جيش منزوع السلاح، إنشاء أحزمة ونخب أمنية لا تعترف بالشرعية، وقد تم، إذ كان النعرات الطائفية والحزبية والقبلية والعنصرية، وقد تم السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية، وقد تم منع الشرعية من تصدير النفط والغاز وتجفيف مواردها حتى لا تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، وقد تم قطع المرتبات وتجويع الشعب اليمني، وقد تم. هذه هي الأهداف الحقيقية الغير معلنة التي تسعى التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم. عاصفة الحزم لن تأتي لإنقاذ اليمن إطلاقا، إنما أتت لتنفيذ أجندتهم في الشعب اليمني. هؤلاء يا أخي الكريم مصابون بمرض الخوف من الشعب اليمني. كيف نعالج هذا الخوف وننتزعه من قلوبهم؟ كيف نقنعهم بأننا أخوة لن نضرهم بشيء، بل أنهم هم من أضروا بنا وهم من ألحقوا بنا الضرر؟ كيف نقنعهم بأن يحبون لليمن ما يحبونه لبلدانهم، بأن يحبون لنا ما يحبونه لأنفسهم؟ بالله عليك يا أخي الكريم، ما الذي اقترفناه بحقهم حتى يتعاملون معنا بهذه الوحشية وبكل هذا الظلم والقسوة؟ إلى متى سيظلون يتصرفون معنا باعتبارنا ديناصورات ينبغي أن تظل تتقاتل فيما بينها حتى يسلمون شرها؟ ما الشر؟ ما هو الشر الذي صدرناه للخليج؟ لم يلحقهم منا شرا ولا أذى، بل هم الذين يصدرون شرهم إلينا ويلحقون بنا الأذى. ابتداء من ثورة 26 سبتمبر وحتى اليوم، وقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب الملكية، ثم عندما انتصرت الجمهورية احتوت الجمهورية من أجل أن تضمن سيطرتها على الشعب اليمني. كان أمل الشعب اليمني في إبراهيم الحمدي، فحولت الأمل إلى ألم وقضت وتآمرت على الشهيد إبراهيم الحمدي. دعمت الانفصاليون في حرب 94، تدخلت في ثورة 2011 لإجهاضها، دعمت الحوثي حتى أوصلته إلى صنعاء، وعندما عرفت بأنه سيطر على اليمن تدخلت بعاصفة الحزم واتخذت من الحوثي مطية ركبتها لتحقيق أجنداتها في اليمن. يا أخي الكريم، إلى متى سيظلون يتعاملون معنا بهذه الطريقة؟ ألا تكفينا 4 سنوات من الحرب والجوع والفقر والمرض؟ يا أخي طيب، بما أنك قيمت يا محمد تدخل التحالف بهذا السوء الذي تتحدث عنه والفشل، ما البدائل التي كانت أمام اليمنيين في ذلك الوقت لمواجهة الانقلاب إذا كان التحالف وتدخله سيء لهذه الدرجة كما ترى؟ في ذلك الوقت لم يكن أمام اليمنيين من بدائل إلا القبول بعاصفة الحزم، لأنه من الذي أوجد الحوثي؟ هم أوجدوا الحوثي، ثم جاءوا للقضاء عليه. لم يكن أمام الشعب اليمني إلا الرضا.
بعاصفة الحزم، لكن عاصفة عندما تحولت عاصفة الحزم عن أهدافها كان ينبغي أن يكون للشرعية موقف حازم، ينبغي أن تقف الشرعية موقف جاد مع التحالف وأن توقفه عند حده. أنتم أتيتم لإنقاذنا، لم تأتوا لإخمادنا، لم تأتوا لإذلالنا، لم تأتوا لتركيعنا، أنتم جئتم، نحن طلبناكم لتنقذونا من مصيبتكم، من فعلتكم، مما من البلاء الذي سببتموه أنتم لنا، تمام؟ فقبلنا بكم لتنقذونا، ولا يمكن لنا أن نقبل بكم بأن تهينوننا وأن تركعوننا وأن تذلوننا بهذه الطريقة. لكننا ابتلينا بشرعية صماء بقماء، لا المسؤول الوحيد في الشرعية الذي نرفع له القبعة احتراما واجلالا هو عبد العزيز جباري، عندما أدرك بأنه عاجز عن أن يفعل شيء للشعب اليمني استقال من منصبه ورحل ووضح للشعب اليمني كل شيء. أما البقية فهم عبارة عن شرعية فنادق، لا هم لهم إلا أنفسهم وأبنائهم فقط، وإلا لما سكتوا عن هذا الظلم، ولما سكتوا عن هذا الغلظة والقسوة وعن هذا الخبث من قبل التحالف تجاه الشعب اليمني. ينبغي أن يخرجوا للشعب اليمني وأن يوضحوا للشعب اليمني وأن يقفوا في وجه هذه الأهداف الخبيثة التي تسعى لتحقيقها دول التحالف من تحت الطاولة تجاه الشعب اليمني. لكن ابتلينا بشرعية صماء بقماء، لا ندري ما الذي نفعله نحن الشعب اليمني سوى البكاء والعويل. يا أخي الكريم، سألتنا للتحالف أن نرفعوا أيديكم عنا وسنحل مشاكلنا بأنفسنا، أنتم المشكلة التي لم نجد لها الحل. طيب أشكرك جزيلا محمد حاجب، شكرا جزيلا لك. من الهند اتصال آخر، عبد الحكيم العامري من المهرة، أهلا بك أخ عبد الحكيم. هذا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى طائمين على برنامج منصة. شكرا لك عبد الحكيم على اتاحت لنا هذه الفرصة. مشاركتك نعم. في الموضوع، بعد 4 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم على عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، هل نجحت العاصفة من التحالف، هل نجح أم فشل في تحقيق أهدافه المعلنة والتي جاء من أجلها؟ والله أنا أضم صوتي إلى صوت ضيفك الأول الذي تحدثها عن وجود أهداف معلنة وغير معلنة، لكن السعودية بالنسبة لها الحرب بالنسبة لها انتهت، الحرب هي حرب اليمنيين. السعودية سيجت نفسها بعدة ألوية في الحدود، وما دام أراضيها لا يصل لها مقذوفات لم يعد لها خيارات إلا أن توسع أطماعها. السعودية تركت الحرب في مكان آخر وذهبت لتنشئ لها مشاريعها الخاصة. ماذا تفعل السعودية عن بعد 1600 كيلو من مواقع لها بيب نفط وتوجد لها ميناء؟ العمل جاري اليوم على توسعة ميناء مشطون. السعودية تقوم ببعض الأعمال في إنشاء مدارس خاصة تسمى إعمار اليمن، ومنها مدارس ومنها بنية تحتية صغيرة، لكن السعودية والتحالف فشل ذريع. المستفيد من التحالف أو المستفيد من هذا الوقت هو الحوثي، هو الذي زاد قوة. أيضا شلة المنتفعين من المسنطين بالشرعية، الشرعية الهشة، شرعية ميتة، شرعية لا تلبي طموحات اليمن. التحالف بعد 4 سنوات من انطلاقه انحرف عن مساره وصار له أجندة خاصة به، أوجدوا كيانات موازية لكيان الدولة، أضافوا الدولة، لم يسمحوا للدولة بالقيام بمسؤوليتها، جعلوا من أنفسهم أوصياء على هذه الدولة أو على هذه الشرعية، لم يسمحوا للرئيس بالمغادرة، يتحكمون بالمشهد برمته. طيب خلال هذه السنوات الأربع الأوضاع تتفاقم كل يوم يعني. نعم، خلال سنوات الحرب كيف تقيم أداء الشرعية؟ الشرعية كما قلت لك دورها هزيل، فاقدة الحيلة، لم يتعاملوا مع التحالف بندية، لا قادة الأحزاب ولا الشرعية الممثلة بعبد الرب منصور ولا علي محسن، لم يتعاملوا مع التحالف بفعل الند، قابلوا بأن يكون بأن تكون التحالف وصية عليهم وكأنهم قاصرين، لا طاقة لهم أو فاقدي الأهلية. هكذا يتصرف التحالف وهكذا قبلت الشرعية بهذا الوضع المدري. شكرا جزيلا لك عبد الحكيم العامري. اتصال من اسطنبول، حمزة الدعي، أهلا بك حمزة. أهلا أستاذ سامي، مساء الخير لك والمشاهدي قناة بلقيس الكرام. شكرا لك. ما الذي تغير من وجهة نظرك في اليمن بعد 4 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم؟
في الحقيقة بعد 4 سنوات من تدخل التحالف العربي والتحالف أو العدوان بالأصح العدوان السعودي الإماراتي في الأزمة اليمنية منذ اندلاع عملية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، تبدو النتيجة التدخل وكأنها انقلاب ثاني قام به التحالف العربي على السلطة اليمنية الشرعية أو انقلاب متمم للانقلاب الحوثي. ذلك أنما كان يريد الحوثيين تنفيذه في جنوب اليمن والمحافظات التي لم يسيطروا عليها أو دحروا منها، فقد نفذ التحالف ما هو أسوأ منه بكثير، حتى على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإماراتية في اليمن أسوأ من مثيلاتها في سجون الحوثيين. لم يتغير شيء، بل زاد الوضع أكثر سوء. صار الوضع في اليمن كما يلي: للسلطة اليمنية الشرعية قادرة على بسط سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد، ولا جماعة الحوثيين الانقلابية قادرة على إتمام الانقلاب والسيطرة على بقية المحافظات. طيب بالنسبة للحسم خلال هذه الفترة، هل تأخر برأيك لأسباب سياسية أم عسكرية؟ في الحقيقة الحسم العسكري في اليمن القرار العسكري وفي يد الإمارات والسعودية. الإمارات والسعودية يعني حرص التحالف بداية الأمر على أخذ القرار السياسي من الشرعية، وعملوا بالبداية عملوا على تشكيل جيش وطني لمحاربة انقلابيين وتسليح بأسلحة حديثة، لكنها محدودة حيث لا يشمل تسليح بأسلحة نوعية من الطائرات والصواريخ ذات المدى والتأثير الكبير. حتى أن التحالف لا يسمح للسلطة الشرعية بشراء وحيازة أسلحة حديثة أو نوعية، وعدم السماح لها بالانفراد باتخاذ القرار العسكري. وهذا ما يوضح أن الإمارات السعودية لا تريد الحسم العسكري في اليمن من أجل تحقيق أجندتها الخاصة من الأطماع السياسية من خلال احتلال الموانئ والأراضي اليمنية. شكرا لك حمزة. حول الموضوع أيضا لدينا مشاركات من خلال الواتساب نتابعها. بالنسبة لتقييم عاصفة الحزب بعد مرور 4 سنوات من قيامها، لا بد من التعرج إلى أسبابها. الكل يعرف بذلك أن اليأس دب إلى قلوب اليمنيين بعد أن سيطر الحوثيين وبمساعدة صالح وأركان نظامه حينها على الاستيلاء على كل مرافق الدولة وكل الأجهزة العسكرية، ولم يعد في اليمن سوى المأرب، وكانت محاصرة وكادت أن تضرب بالطيران قبل، لكن القرار عاصفة الحزم اتخذ قبل فوات الأوان، وعاد لليمنيين الأمل. ولولا عاصفة الحزم أن علي عبد الله صالح كان حينها وكذلك ميليشيات الحوثي يستنسخ التجربة السورية ويدك الناس ويدك اليمن واليمنيين وكل معارضيه ببراميل متفجرة لو كان يمتلك الطيران. لدينا اتصال من الأردن، الأخ شوقي شمسان. أهلا بك شوقي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوقي، كيف تقيم بعد 4 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم، كيف تقيم الوضع في اليمن؟ أول شيء تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام. التحالف فشل ذريع، وسبب الفشل هو البحث عن خصوم غير الخصم الرئيسي اللي هو الحوثي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تقسيم اليمن إلى مربعات تخدم مصالح التحالف ولن تخدم المصلحة الوطنية والأهداف التي أتى من أجلها التحالف. طيب، هناك أهداف معلنة منها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب وتحرير الأراضي اليمنية من هذا الانقلاب، ما الذي تحقق من هذه الأهداف من وجهة نظرك؟ يا أستاذي، التحالف لم يحقق شيئا، لا في المجال العسكري ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي. فشل في كل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية. طيب، وبالنسبة للأراضي التي حررت، من حررها؟ لو أجينا الأراضي المحررة، التحالف والشرعية يخاطبوا الناس أنها تحررت 80% من الأراضي اليمنية. لم يحرر شيء منها. 80% لو أجينا نحسب الموارد التي تعود بدخل للحكومة الشرعية أصبحت بيد التحالف، هو المتحكم بالمصير الاقتصادي للبلد. طيب، هل كان هذا موقفك شوقي منذ البداية، منذ انطلاق عاصفة الحزم؟ لأنه الآن يبدو أن هناك تغير في المزاج اليمني من التحالف، لماذا هذا التغير والتنكر لدور التحالف الذي أشاد به الكثير في البداية مع انطلاق العاصفة؟ أنا لم أكن أشيد بالخارج. أنا كنت أتمنى في بداية التحالف أن يبنى التحالف على اتفاقيات بين الحكومة أنه تدعم الشرعية
دعما لوجستيا فقط، اما تدخل انت بقوات في الارض وتزعزع الامن والاستقرار وتبحث عن ميليشيات خارج اطار الدوله، يعتبر انا بنظري يعتبر احتلال. طيب كيف كان يمكن دعم الشرعيه في ذلك الوقت، والشرعيه لم تستطع ان تصمد وتدافع عنها في صنعاء ولا في عدن ايضا عندما وصلت اليها طائره الحوثيين وقصفت معاشيق واعتقلت الرئيس ووضعتهم تحت العقاب الجبريه؟ هناك كان معسكرات تحت سلطه هادي، ومنها الجبهه، يعني في كانت جبهه وطنيه تتشكل. الذي اريد اقوله، وجب علينا اليوم ان نصارح التحالف والسعودية ان المستفيد الوحيد من عاصفة الحزم هم الحوثيين، وبسبب سياسة التحالف تم سحق كل القوى المناوية لها وساعدت على عسكرة المعاناة الشعبية واتاحت فرصة لابناء السوق السوداء للتلاعب في معاناة الناس بعد 4 سنوات. شكرا جزيلا لك شوقي من الاردن. اتصال اخر من ماليزيا، معاذ الصوفي. اهلا بك معاذ. اهلا وسهلا. ما الذي تغير في المشهد اليمني بعد 4 سنوات من انطلاق عاصفه الحزم؟ طبعا يعني كما تكلم الضيف السابق انه في هناك تغير، وفي هناك يعني صوت يتعالى امام هذا التاخير في مساله الحزم. طبعا هو يعني لو يعني ناتج من حملات اعلاميه اشتغلت في هذا الاطار، وبسبب ايضا انه غياب دراسه والتقييم حقيقي لاسباب عدم حسم الحرب واستعاده الدوله. هذا الموضوع يجب ان يكون هناك دراسه تفصيلية تدرس حيثيات هذا التأخير بشكل دقيق، لأنه الأسباب متداخلة ومعقدة بشكل كبير في المشكلة اليمنية. في هناك تداعيات للمشكلة اليمنية في إطارها العربي وفي إطارها الإقليمي. مثلا على الإطار العربي نجد أنه الحالة اللي وصلت إليها الدول العربية من الضعف، ضاعت من رغبات السيطرة من قبل القوى الإقليمية كإيران عن طريق الحوثيين، وهذه مشكلة كبيرة جدا. الحوثي استخدم الشباب، استدعى الجانب العقائدي والأيديولوجية العقائدية ومشروعه القديم، وحشد الناس والمجتمع ضد ضرب الدولة. في لدينا أيضا في الجانب الآخر الصراع القديم اللي هو تركيا ورغباتها في السيطرة على المنطقة. أصبحت التحالف العربي يواجه أكثر من مشروع في نفس اللحظة. برضو أيادي هذه المشاريع الصغيرة داخل اليمن خلقت رأي عام مناقض للتحالف، رأي عام شعبوي، يعني بغير يعني دراسة حقيقية لأسباب التأخر، لأسباب عدم الحسم. مثلا يعني المتابع للشأن اليمني والقضية اليمنية وكيف تم تداولها في أورقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، تجد أنه المجتمع الدولي دائما ما يضغط بأن الحل يكون سياسيا، وعندما تضغط القوى الدولية على أنه الحل يكون سياسيا، هذا يضعف دور التحالف ويؤخر من عملية الحسم بشكل كبير. لنأخذ الحديدة مثالا، الحرب كانت على وشك أن تحسم محافظة الحديدة، استدعت بريطانيا مجلس الأمن وعقدته أكثر من مرة خلال أسبوع وأوقفت الحرب. هناك في هناك ضغوط سياسية، هناك تداخلات، المشهد معقد بشكل كبير، والإعلام هناك إعلام لأدوات خارجية لها أهداف ضيقة بالضد من الشرعية، حتى وإن كانت ظاهرا يعني تزعم أو تدعي أنها تعمل مع الشرعية وهي تعمل بشكل كبير في الضد من ذلك. هذه التقارير التي ترفع من هذه القوى يستخدمها الميديا الغربية ويضغط في الكونغرس، في مجلس الشيوخ، من أجل خلق رأي عام دولي
لإيقاف الحرب ولإيقاف لتحجيم عملية التحالف داخل اليمن. احنا معروف لدى اليمنيين انه لا يوجد لدى اليمن خطر اكبر من الحوثية ومن المشروع الهاشمي في اليمن، اللي هو على مر التاريخ هشم الدولة اليمنية، ارتكب مجازر فظيعة بحق الشعب اليمني، وجعل اليمنيين عبيد في ذل القائمة، ألغى التراث اليمني والتاريخ اليمني واستبدل التاريخ اليمني بتاريخ قرشي. هذا الخطر الأكبر هو الخطر الحوثي الهاشمي في اليمن. علينا أن نتوحد حول هذا الهدف من أجل هذا الإنجاز، وعلينا برضو عندما نقيم يجب أن نكون منصفين وحياديين، وأن نراعي كل العوامل وكل الأسباب وكل التداخلات والتعقيدات على المشهد اليمني من المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. أشكرك جزيلا. برضو هناك سبب آخر برأيي، اللي هو الأداء السيء، أداء السيء للحكومة. هناك أداء سيء مثلا في المناطق المحررة، في الجنوب، في مأرب، في تعز، في هناك اقتتال، هذا الاقتتالات اللي تلاقيها بين القوى الشرعية والمشاريع الضيقة التي ظهرت، هذا يسبب يشكل مخاوف للقوى الدولية ومخاوف للتحالف أيضا، بأنه بعد الحسم ربما ستكون هناك سيناريوهات لا يحمد عقباها. القوى السياسية في اليمنية كشرت عن أنيابها وأظهرت مشاريعها الضيقة على حساب المشروع الوطني، ولا نزال في المعركة، ولا نزال وسط الحرب. قبل أن ننتقل إلى موضوع ما بعد التحرير واستعادة مؤسسة الدولة. شكرا لك معاذ الصوفي. ينضم لنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد المقبلي. اهلا بك استاذ محمد. اهلا سامي. اهلا وسهلا. بعد 4 سنوات من انطلاق عاصفه الحزم، كيف يبدو لك المشهد في اليمن اليوم؟ تقريبا المشهد كما هو واضح من خلال الحيثيات وواقع موجود على الارض، الاهداف العليا والعناوين العريضه التي رفعت في اللحظة الأولى كانت استعادة الشرعية اليمن، الشرعية اليمنية، استعادة الدولة اليمنية على ضوء المرجعية الأساسية للدولة اليمنية. لكن ما هو موجود على الأرض لا علاقة له بما اسموه بإعادة الأمل. هنالك يأس شعبي من مصداقية هذه الدول التي دخلت 19 دولة في التحالف وتحولت إلى تحالف يقود الإمارات والسعودية. فكرة الدولة اليمنية وحضورها غير موجودة على الأرض في المناطق المحررة، بالعكس هنالك دعم كيانات موازية للدولة اليمنية في رؤيتها للدولة اليمنية، لا تختلف كثيرا عن الانقلاب إلا من الناحية الفكرية، الانقلاب أكثر خطورة فكرية على اليمن وعلى اليمنيين. لكن أين مؤسسة الدولة على سبيل المثال في عدن؟ أين المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تم استعادتها على سبيل المثال في كثير من المحافظات؟ لماذا ذهب التحالف إلى المهرة وإلى المحافظة الشرقية التي لم يصل إليها الحوثي؟ وماذا يصنع هناك؟ ما هي مطامع الوراثيين في سقطرة؟ هل هذه العناوين وهذه التحركات وهذه الواقع بعد 4 سنوات له علاقة بالعنوان العريض التي تم رفع استعادة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية؟ أم إن الأمر يشبه الحكاية الشعبية الشهيرة التي تقول أن ذئب يوما من الأيام وجد ضأن، ثم قال لأمه لقد وجدت الضأن التي بقت فيه، عندما سألت أم الضأن ولكن أينه، قال لقد أحرجتها شقايا. كأن التحالف العربي يأكل الدولة اليمنية كشقاء. لكن على الواقع على الأرض 4 سنوات اليوم الدولة اليمنية تقريبا تكتفي هي الغائب أساسا. قرار الوطني مختطف، قرار السياسي مختطف، قرار العسكري مختطف، هنالك تراخي في كثير من الأمور بما يجعل مليش الحوثي مثلا تنصب على كثير من المناطق في حضور على سبيل المثال كانت بلا إسناد، توقيف المعارك العسكرية بشكل واضح. هذا بشكل عام الواقع حد نفسه أن لاحظوا للدولة اليمنية وأن العنوان العريض الذي رفع غير موجود على الواقع الفعلي. طيب أستاذ محمد، بالنسبة لك ما هي العوامل والتعقيدات اليوم التي أخرت الحسم في اليمن؟
القرار السياسي والقرار العسكري. الحسابات الخاطئة للتعارف في عدم معرفة اليمن لمحاولة إنجاز تحرير فارغ من التحولات الديمقراطية. التحايل على استحقاق ثورة 2011، المسألة لها علاقة بالقرار السياسي والقرار العسكري. الواقع أن نلاحظ أنه عندما تتحرك المقاومة تستطيع أن تقطع من 30 إلى 20 كيلومتر وتحررها ربما في 6 ساعات، لكن عندما يأتي هناك الهم بريك السياسي والقوابح التي غالبا ما تكون من الخارج تدخل الكثير من الحسابات. هم يريدوا دولة ضعيفة جدا ويقدموا على أن اليمن دولة فاشلة من أجل أن يظل مفهوم الحماية واللعب على المتناقضات هو حاضر. هذه وجهة نظري أبرز العوائق. طيب لماذا يحمل التحالف كل الفشل؟ ماذا عن الحكومة؟ ماذا عن مؤسسة الرئاسة؟ ماذا عن النخب السياسية والقوى السياسية الوطنية المضادة أو المعارضة للانقلاب؟ يعني الدولة عندما أصبحت مختطفة بشكل معين، القرار السياسي عندما أصبح مختطف بشكل معين، عندما تدخلوا يعني بذلك أنهم المسؤولين المباشرين عن كل هذه على كل هذا الخراب الذي حصل في اليمن، عن الجرائم، عن الانتهاكات. بالنسبه طبعا للحكومه اليمنيه تكاد تكون ميته، وكما تقول القواعد الفقهيه الضرب في الميت حرام. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد المقبل كاتب المحلل السياسي من صنعاء. لدينا اتصال الاخ محمد صالح، اهلا بك محمد. اهلا بك استاذ سامي واشكرك على استضافتي في هذا البرنامج. شكرا لك. بعد 4 سنوات بالنسبة لك ما الذي تغير في اليمن بعد 4 سنوات من انطلاق العاصفة؟ لا يوجد شيء تغير للأفضل، كل شيء تغير للأسوأ. لم يستعد الحكومة الشرعية ولم يعد اليمن إلى ما كانت عليه قبل التدخل السعودي الإماراتي. هم وضعوا اليمن في مصافي الدول الفاشلة والمنتهية من احتياجات المواطنين، وجعلوا من اليمن اكبر اكبر ازمه انسانيه في العالم. انشاوا معسكرات التدريب للاطفال والسجون السريه في جيبوتي وفي غيرها من المناطق الغير رسميه والتي لا تخضع لسلطه الحكومه الشرعيه. الذي تغير ايضا انهم اليمن اصبحت بلا دوله وتوشك ان تكون بلا هويه حقيقيه او دوله رسميه تستطيع أن تكون دولة ذات سيادة ويكون لها قرار سيادي في شؤونها الداخلية. في الحقيقة التحالف يعمل على تقسيم وتقويم اليمن وتحجيم دوره. لديهم أطماع توسعية في المحافظات الجنوبية الشرقية كمحافظة حضرموت والمهرة، يعملون على السيطرة على جزيرة سقطرة، يعملون على تدمير النسيج الاجتماعي اليمني. هذا هو الذي تغير فقط، لا يوجد تغيير إيجابي أبدا أو بتاتا. شكرا جزيلا لك محمد من صنعاء. حول الموضوع أيضا لدينا بعض التعليقات من الفيسبوك نقراها معا. عيبان يقول: الصحافة الخليجية تكتب عن الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وهي مستحيلة، توجد أي صحيفة تبرر من إطالة عاصفة الحزم والحرب. باختصار شديد لا توجد أي صحيفة أجابت عن السؤال ماذا بعد مرور 4 سنوات من العاصفة. حسين يقول: لابد أن نقول أيش استفادت اليمن من تدخل خارجي غير الفقر والتهميش والقصف وتدمير البنية التحتية وتأجيج الحرب الطائفية في اليمن؟ ماذا عملت السعودية والإمارات لأسر ضحايا الضربات الخاطئة التي قتلت بها الكثير من المدنيين أطفال ونساء ورجال وشيوخ؟ ماذا استفاد الشعب غير التجويع والغلاء والفساد؟ عبد الصمد يقول: 4 سنوات عجاف والحرب لم تلد إلا حرب ودمار وتشرد ومرض، ولن تلد سوى انتهازين ولصوص. محمد يقول أن رأيه مقتبس من بيان لشباب الثورة السلمية: لم يعد هناك بعد 4 سنوات من الحرب تحالف عربي، وكل ما في الأمر أننا بصدد تحالف سعودي إماراتي تحول إلى سلطة احتلال تمارس ما كان يمارسه المحتلون الأوائل من تقسيم وتجزئة واضطهاد للمواطنين وانتهاك حقوقهم وتقويض مباشر وغير مباشر لحضور الدولة الشرعية ومؤسساتها السيادية والأمنية والخدمية. عبد الله المفلحي يقول: لم يحقق إلا السيطرة على الموانئ والمواقع الاستراتيجية والعمل على تعطيلها وتدمير كل ما هو جميل في المنطقة.
أحلام لم ينجح في تحقيق الأهداف المعلنة، لكنه حقق كل أهدافه الغير معلنة. لا أعلم من تقصد. طيب، إذا وصلنا لختام هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج عمر النهي، في أمان الله.